بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في درسنا الثالث من دروس شرح سورة الفاتحة. واليوم سنتكلم عن الآية الثانية من سورة الفاتحة، وهي قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. كلمة الحمد لا شك أننا أول حرف دائما يكون هو الذي يرتكز عليه النص، ويكون أعلى أو أسفل الألف مساحة مفتوحة لا يقاس عليها شيء، لكن أعلى الألف يكون ثلث الألف تقريبا هو لمكان الهمزات والتشكيل والكافات السيفية. عن كتابتنا للحمد، ممكن أن نصعد لنستغل المساحة هذه الموجودة بشكل بسيط ليس بشكل عالي حتى يرتكز معنا الميم في هذا المجال عند الألف مائل أو نفس مقاس الألف، فتكون نبدأ من هنا، طبعا نبدأ من هنا حتى نأخذ مساحة للحاء التي ستأتي معنا. وبالنسبة للحاء مع الميم، ميلان الحاء سيكون نفس ميلان لو أردنا نكتب حاء مع الميم، سنكتبها بهذا الشكل، فنفس الشيء وكأننا أضفنا لها لام هنا، لا يوجد فرق. هذا الجزء هنا يكون شبه مستقيم، مع ميلان بسيط من هذا المكان الذي سيتم رسم الحاء فيه. بهذا الشكل لهنا، وهناك شكل آخر للحاء سنبينها، نكمل هذا الشكل ثم نبين الآخر. هنا من اللام إلى الحاء إلى الميم يكون ارتكاز الميم، نأتي إلى هنا ثم نغير القلم بهذا الشكل هنا، ويكون هذا في مكان إيش؟ تدوير، جزء مدور، أحد الأساليب وأحد الأساليب بهذا الشكل. طيب، هنا هذا الميل الذي هو مع الألف، وهنا ارتفاع بسيط لللام يعوض عنه طبعا. هنا إذا وضعنا حركة الوصل نستطيع أن نضع هنا حركة السكون، تكون كلاهما في مجال واحد. الوصل بين الميم والحاء يكون بقطة قلم بهذا الشكل ثم استواء، هذا الاستواء جدا مهم في الوصل، وليست حركة بهذا الشكل، ليست ميم ثم دوران، ليس دوران، هي حركة وصل ثم استقامة بهذا الشكل ثم انحناء بسيط للصعود إلى اللام، هذا الانحناء البسيط، ثم نصعد باللام إلى قريب ثلث الألف. بهذا الشكل. الآن يأتي معنا حركة الدال، هي من أمام الميم تماما، نحن هنا طبعا هذا الشرح شرح فني للكتابة وليس له علاقة بالرسم العثماني، الرسم العثماني مسألة أخرى.
واضح الآن. هذه حركة أو أحد أوجه كتابة كلمة الحمد، أحد أوجه كتابة كلمة الحمد. وجه ثاني بعد اللام يؤخذ الحاء الذي يأتي بعده ماذا؟ ميم أو راء، ثم بهذا الشكل، ثم من هنا يتم عمل الميم والصعود إلى الدال، ثم يخرج الدال من أمام حركة الحاء سواء بشكل مائل أو بشكل مستقيم بهذا الشكل. أيضا يوجد لدينا حركة أخرى أو شكل آخر، وهو اللام مع الحاء الممدودة بهذا الشكل. ثم أيضا معنا اللام مع الحاء هذه، وأيضا اللام هذه مع الحاء هذه أيضا يمكن. فعندنا أكثر من خيار. طيب، الحمد، ثم نترك فراغ، نحدد هنا نحن هذا الفراغ كم يكون مقدار الفراغ، ثم نكتب بسم الله عز وجل، وشرحناها بالأمس حتى لا نعيد كتابتها مرة أخرى، لا نعيد شرحها مرة أخرى. شكل الحمد لله كلمة رب، الدال أو الراء يكون مقابل الدال دائما إذا كان قريبا منه، أو إذا كان ليس معلقا يكون بنفس المستوى لا ينزل. عندي القصبة فيها مشكلة. ثم طبعا الراء البعض يرى أن السطر يكون على المفصل، هذا ليس صحيح، ليس صحيح، لا يكون على المفصل حسب موقعه في الجملة. ثم تأتي الباء مقابل الراء أيضا، بهذا الشكل. هنا طبعا الميل تقريبا يكون بنفس المستوى، ميل الراء وميل الباء. بالنسبة للكسر، الرسم الأخير يكون هنا، والمصاحف القديمة يكون تحت الشدة، فكلاهما صحيح، ولكن يعمل الفترة الأخير بهذا الشكل. طيب، كلمة العالمين، طبعا الألف نعلقها على الباء، تكون قصيرة لا تكون طويلة، ثم تكون اللام بعدها طويلة إلى الأسفل، أنها تأخذ حكم الباء وما تحت الباء،
فتكون إلى الأسفل بهذا الشكل، ثم يكون صعود من هنا بجزء من القلم وليس بكل القلم، مع رسم حركة العين بهذا الشكل. ثم من هنا نصعد إلى الألف، الحمد لله رب العالمين. طبعا لا تكتب بالألف الطويلة في الرسم العثماني، بل تكتب بألف قصيرة، وتكتب لام ميم، تكتب هنا ألف قصيرة، لكن في الرسم الإملائي تكتب ألف ثم لام ميم نون. هذا الشكل طبعا، ثم يكون هذا مقابل النون وليس الميم، الميم أرفع تكون قليلا. اللام مع العين هذا الجزء يكون مع ميل النون وليس الميم مع الياء والنون. هذه الكتابة بشكل سريع. الآن سأوضح لكم بعض التفاصيل في الأمور الفنية في هذه الآية.